لكن شوفوا جماعة، لا عليكم شبه البامي هذه. ايش فيها البامي هذه؟ جماعة والله العظيم بكرة الله يعذبنا. قسم بالله ايش بها الكوسة هذه؟ كوسة ايش فيها هذه جماعة؟ خاعص فلفل كبروا يا جماعة، فلفل راعوب كبروا. هاعوا يا جماعة فلفل. والله لا يسخطنا، راعوا الجزر يا ناس، والله شيء خرافي. يبي توسخ ثوبي لكن عاد شكر الله. شوفوا يا جماعة يعني هذا لو عصير تسويه. والله حاجة يعني تدمي. والله تدمي يعني، والله أنا أقول نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. الله لا يعذبنا، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. يا رب العالمين باذنجان كامل. المرة الماضية لما راعوا الله 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 كياس كياس ما شوف ترى عاد انا ابويز بس شوفوا كياس شوفوا يا ناس والله شيء خرافي راعوا التين يا الله الله لا يوفد من 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 حطه راعوا كياس لا 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 كثرة هناك يا الجزر هذا يقول واحد اخذته من احد الوحاويات والله العظيم قسما بالله هذا اللي استنبته اول يقول اخذته من الحاويات وديته للبيت وسووه لنا مصقعه ما بدون ما احد يدري ما علمت منين جايبه لكن يقول والله كان على اعلى مستوى اليوم يا جماعه تشوفون والله باميه ما فيها اي شيء والله يا اخي حطوا لكم اقل شيء ثلاجه بالسوق تبرعوا من المساكين يجون ياخذوا منها ثلاجه مثل هالاشياء هذه اللي يبي ياخذها هذا حل امثل او الامانه تحت ثلاجه تحوي هالبقايا وكذا لابد هناك حل اما كذا قسم بالله يعني يمكن عقوبه اما بهالشكل والله يمكن العقوبه عامه علينا جميعا يا الربع والله العقوبه عامه للاسف الشديد والله شيء يدمي بلتسم والله يمكنني انا ممكن اني انفعل لكن عاد بسكت لانه هذا تشوفون والله شوف فلفل شبوه الفلفل يا جماعه راعوا والله ما اشوف شيء قسم بالله ما اشوف شيء ايش فيه الفلفل يا ناس اثنين ثلاثه مذويات ايش صار وش المشكله الخس الجزر عصير الكيس الباذنجان والله ما ونزلوا بهالمكان وجدعوا ورماوا وانا